وللمزيد ينضم إلينا من رام الله يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية. سيد يوسف، يعني تعليقكم في إطار الرد على هذا الإجراء الإسرائيلي. نعم، أولا هذا القرار هو قرار أو الإجراء الإسرائيلي هو إجراء خطير يمس بالكرامة الوطنية الفلسطينية، وكذلك الأمر يمس بالمقدرات الوطنية الفلسطينية، لأن الأموال تلك التي يتحدث عنها أو تتحدث عنها هذه الخطوة هي أموال للشعب الفلسطيني، ومن يمسهم هذه الخطوة الاحتلالية هم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يدفعون أعمارهم في ظلمات معتقلات الاحتلال، وكذلك الأمر أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم على مذبح الحرية، ولذلك لا يمكن السكوت على مثل هذا الإجراء الاحتلالي الإسرائيلي. هذا الأمر سوف يدفع القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات خطيرة تتناسب والرد على مثل هذا الإجراء. سيد يوسف، ما هي هذه الخطوات؟ هل ذكرت لنا بعضها أو ما التي من الممكن أن يتم البدء بها؟ نعم، أولا يعني سوف تدرس القيادة الفلسطينية خلال اجتماعات لاحقة هذا الإجراء الخطير، وسوف تتخذ الإجراءات النهائية وتعلن عنها، لكن في الملامح الأولى كما قلت لك فإن هذا الإجراء أثار غضبا شديدا في صفوف أبناء شعبنا وفي صفوف قيادة شعبنا الفلسطيني، كما ذكرت لك لمساسه أول بالكرامة الوطنية التي يمثلها الأسرى والشهداء، وكذلك الأمر لمساسه وعدوانه على المقدرات الوطنية الفلسطينية. ولذلك سقف هذه الخطوة خطوات الرد على الأقل سيد يوسف، يعني ما الذي من الممكن أن يصل إليه الأمر إن استمر هذا التعنت وهذا التصعيد الإسرائيلي؟ قلت لك سوف تتخذ القيادة يعني قرارات خطيرة وقرارات هامة توازي حجم هذا الاعتداء الاحتلالي الإسرائيلي. في الملامح الأولى أيضا سوف يتم التوجه إلى القضاء الدولي، وسوف يتم التوجه إلى الحكومة الفرنسية التي رعت بروتوكول باريس الاقتصادي للرد على مثل هذا الإجراء الاحتلالي الإسرائيلي. لكن أقول لك أيضا بأن هناك أيضا قرارات سوف تتخذها القيادة وسوف تعلن عنها القيادة الفلسطينية لدى الانتهاء من اجتماعاتها. يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا على الهواء مباشرة.